الله يسعد مساكم جميع. أقول ما بين سجة وانتباهة وتفكير، عواصف الأفكار ما بيتتني في حشمة اللي ما يجي منها تقصير، عصم البيوت أسهرتها واسهرتني أبو عتيبة دعوة الشانها، غير أحسب لها الف حساب من يوم جتني صاحب ولا عندي مكانها وتقدير، واليد عاني دعوتها لازمتني، وانا هذا مبداي من يومي صغير اقوم وارتي للمواجيب متني، ما عمر يفهق ابو عتيبه دعوه الشانها، غير احسب لها الف حساب من يوم جتني صاحب ولا عندي مكانها وتقدير، واليد عاني دعوتها لازمتني، وانا هذا مبداي من يومي صغير اقوم وارتي للمواجيب متني، ما عمر يفهق على اللزوم، وانا هذا مبداي من يومي صغير اقوم وارتي للمواجيب متني، ما عمر يفهق على اللزوم، المناعير لن صعبت الظروف احكمتني، اكرمت ربعي في كبار المحاضير وربعي بطيب فعولها مكرمتني، عتيبه مروين حد البواتير فعولها في مدحها كافيتني، وليمتلى اكرمت ربعي في كبار المحاضير وربعي بطيب فعولها مكرمتني، عتيبه مروين حد البواتير فعولها في مدحها كافيتني، واليوم تلى المحفل شيوخ ومشاهير ومعزب جمايلها لاحجتني، ويش الذي تبغونه يصير ويصير مدام ربعي للزوم اذخرتني، اكرمت ربعي في كبار المحاضير وربعي بطيب فعولها مكرمتني، عتيبه مروين حد البواتير بفعولها عن مدحها كافيتني، وليمتل المحفل شيوخ ومشاهير ومعزب جمايلها لاحجتني، ويش الذي تبغونه يصير ويصير مدام ربعي للزوم اذخرتني، العرف راهي والنوايا مغاتير، واليا بغيت الفارعة ما عصتني، يا ابو عتيبة منك مالية معاذير، لو العزايم بالكثر مبلشتني، يا جعل يفداك الصحيبة المعيثير اللي اليوم اني مجيته شمتني، لكن لو شرهاتها اكبر من النير لنقصت مني ولا زودتني، وسلامتك.